في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض واشتدت به الآلام، ولكنه أراد أن يذهب لمقابر شهداء أحد لما لهم من خصوصية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ودخل وهو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهداء أحد، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وإني بكم لاحق. فعلم عندها أبو بكر الصديق ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرده إلى النبي مرة أخرى. ولما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من زيارته، أراد أن يذهب إلى بيته، وأن يذهب إلى حجرة ستنا ميمونة، ولكنه استأذن بأن يمرض عند عائشة فأذنوا له فحملوه إليها، ولكن من بعدها كثر اللغط والأحاديث والأقاويل في مجيء رسول الله ماذا أحل برسول الله. فلما علم قال: احملوني إليهم. فخرج لهم رسول الله قائلا: أيها الناس، لكأنكم تخافون علي. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، ولكن عند الحوض. والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، أستحلفكم بالله أن تحافظوا عليها. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وأوصيكم بالنساء خيرا. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما بين عند الله، فاختار ما عند الله. ولم يفهم أحد هذه الجملة إلا أبا بكر. وقاطع الرسول وهو يقول: فديناك بأنفسنا، فديناك بأموالنا، فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا. ثم نظر الناس إلى أبي بكر كيف يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي يدافع عن أبي بكر قائلا: أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا فضل كافأناه به إلا أبا بكر، لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله. كل أبواب المساجد تسد إلا أبواب أبا بكر لا تسد أبدا. ثم وهو يغادر المنبر قال: أيها الناس، آواكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، حفظكم الله، وأقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم الدين. ثم دخل حجرة ستنا عائشة للمرة الأخيرة، فدخلت عليه السيدة فاطمة، فقال لها النبي: ادنوا مني يا فاطمة. فلما دنت حدثها في أذنها فبكت، فلما رآها تبكي قال لها: ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها في أذنها فضحكت. ولما سئلت السيدة فاطمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها، قالت: في المرة الأولى التي بكيت فيها قال: إني مقبوض الآن. وفي المرة الثانية
التي ضحكت فيها قال: ستكون أول أهل بيتي لحقا بي. ثم دخل سيدنا جبريل عليه السلام على النبي وقال: يا رسول الله، ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك، وما استأذن على أحد من قبل. فقال له النبي: إذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت وألقى السلام على رسول الله وقال له: إن الله قد خيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم وقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: يا روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب الراضي غير غضبان. فتقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم وثقلت رأسه، فأدركت أن رسول الله مات ولم أدر ماذا أفعل. فخرجت وقلت للناس: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء. وإذ بعمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول: من قال أن محمد قد مات سوف أضربه بسيفي هذا، بل إن محمد ذهب كما ذهب موسى وسوف يعود. ثم دخل الصديق أبا بكر فرفع الغطاء عن النبي وقال: ونبياه، وصفياه، وحبيباه، وخليلاه، طبت حيا وميتا يا رسول الله. وقبله في جبينه. ثم خرج أبو بكر وهو ينظر إلى سيدنا عمر بن الخطاب قائلا: أيها الناس، تذكروا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فيقول سيدنا عمر: والله كأني لأسمع هذه الآية لأول مرة. ثم يقول أبو بكر مقولته الشهيرة: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.